حلقة جديدة من هنا بيروت، ولكن هذه المرة الحلقة رح تكون طبعا عن الأدوية، لأنه الأزمات اللي عم نشوفها بلبنان البعض منا ظاهر عم نقدر نشوفه، عم نقدر نشوف طوابير البنزين، وكانت الحلقات اللي عملناها كان بهنا بيروت أو بكل البرامج بقناة الجديد، ولكن نزلنا بهنا بيروت على محطات البنزين، أيضا عملنا حلقة على أزمة الدواء ونزلت على الصيدليات بمنطقة بيروت، ولكن هذا ما بيمنع أنه أزمة الدواء يبدو أنه رح تتفاقم. مع العلم في بعض البوادر اللي تحدث عنها وزير الصحة بخلال الأيام الماضية بأنه الأمور يجب أن تنحل وأنه مصرف المركزي رح يفتح الاعتمادات وإلى ما هنالك من تفاصيل. مش هيك اليوم بهذه الحلقة، أولا رح تكون لكم مشاهدينا مثل العادة بهنا بيروت رح نفتح الاتصالات على 01-303-300، بعد شوي رح يقطع الرقم، ولكن رح يكون معنا أربع معنيين. وزير الصحة اللي عم بيعمل المداهمات مفترض أن يكون معنا بآخر الحلقة حسب وقت كيف نح نقدر ننسق نحن ويا بهذا الموضوع، ولكن ايضا رح يكون معنا ثلاث اشخاص، ثلاث نقباء رح بلش نشوفهم على الهواء، ان كان النقيب كريم جباره يلي هو المستلزمات الاستيراد الدواء، سلمى عاصي النقيبه سلمى عاصي يلي هي المستلزمات الطبيه وهيدي المشاكل اللي عم نعانوا فيها كمان بالمستشفيات، نسمع دائما ان كان نحن اهالينا جيراننا ناس نعرفهم على السوشيال ميديا كمان بنفس الوقت يلي بيحكوا كيف انه بيروحوا على المستشفى ما بيقدروا يحطوا لهم اكس لانه مفقود، ما بيقدروا يعملوا لهم فحص على ماده معينه لانه مفقوده، والى ما هنالك نحن نقدر نشوفها مع الست سلمى ونقيب الصيادله غسان الامين يلي اليوم في اضراب للصيادله، وان كان ببيروت يعني مجهتي على التلفزيون شفت كيف الصيدليات بغالبيتها المطلقه هي مكفله. ما نحكي فقط عن المشاكل، نحكي عن الحلول، وين من كيف بدها تزبط. الناس صار تعرف شو هي المشكل، مقطوع، هيدي الكلمة مقطوع قبل ما واحد يفوت على الصيدلية، مقطوع بتصير صارت نكتة إلى حد ما، ولكن شو الحلول يلي بنقدر من هلأ لجمعة، من هلأ لنهارين، من هلأ لبكرة، من هلأ لجمعتين نقدر نتخطى هذه الأزمة أو نلاقي لها البنج يلي كمان بجزء معين مفقود، خلينا نقدر نشوف هذا الحوار. رح بلش مع الأستاذ كريم لأنه بعرف عندك التزام على 3:15. أستاذ كريم، اليوم استيراد الدواء، فيك تعطينا بجملة مفيدة ومختصرة شو المشكلة وشو الحل؟ طب أولى لحتى نبلش نحكي على الحلول بهذه الحلقة. إليزا. المشكلة مرحبا لك ولكل المشاهدين. إذا إبراهيم فوتي هالسكت لجوا وسكر الباب. أستاذ كريم حضرتك على الهواء، هلا بيسكروا الباب لحالهم ولا يهمك. إذا المشكلة بعملية الاستيراد هي اولا انه صار عندنا نحن ديون كثير كبيره تجاه المصنعين بالخارج، كثير كبيره يعني بلغت هذه الديون تجاه المصنعين بالخارج 600 مليون دولار، يعني نحن كمستوردين دافعين حق هذه الشحنات الى المصارف التجاريه بالليره اللبنانيه وبالدولار مثل ما بيقول اليه الدعم، بس مصرف لبنان بعد ما حولها للخارج. 600 مليون دولار ستنا يعني احتياجات لبنان لاكثر من 6 اشهر، يعني بمعنى اخر كل شيء اشتريه لبنان باخر 6 ل7 اشهر منه دافع حقه، كله بالدين، كل شيء اشتريناه باخر 7 اشهر 6 اشهر وسلمناه للصيدليات والمستشفيات واخذوه المرضى اللبنانيين هو بالدين، ما بقى في حدا بالعالم بدين لبنان، بقي هالشركات الادويه العالميه يلي بعدها عم بتدين لبنان، خلينا نوقف حدا وندفع لها استحقاقاتها والا ما بقى رح تبعت ادويه الى لبنان، هيدا الموضوع اساسي، هيدي اولا. ثانياً بس قبل ما ننتقل للثانية أستاذ كريم، عن النقطة الأولى، هدول الشركات اللي عم تتحدث عنهم يلي صار عندهم صار عندهم معكم ديون، قد ايه بعد يعني بعثوا لكم إنذارات قالوا لكم نحن ما بقى فينا من هلا لشهر لجمعتين ولا لا بعدهم عم بيطولوا بالهم؟ طبعاً في منهم وقفوا يشحنوا بسموها بلغة التجارة العالمية كريدت بلوك، يعني وقفوا التعاطي إلى حين أن يتم دفع الاستحقاقات لحتى يرجعوا يشحنوا من جديد. آخرين بعثوا إرساليات وقالوا أنه نحن ما بقى بنقدر نكفي هيك. اللي لازم ينعرف ستنا أنه بالإضافة إلى المبلغ الهائل اللي اندفع عم بيصير في كثير كلام عن عدم قدرة لبنان لتسديد هذه المبالغ لأنه ما بقى عنده عملات صعبة أو لأنه وصلنا لمستوى الاحتياط الإلزامي، وكلنا بنعرف أنه هذا الكلام صدر بطريقة شبه رسمية، ما بدي أقول رسمية، خوفهم بعد أكثر هذا الموضوع، على قد يكون هذا الشيء صحيح، انا بفضل نصارح العالم اللي بنشتغل معهم مما انه ما نصارحهم،
بس نحن ما منا على علم ب بتفاصيل الوضع المالي تبع لبنان. واضيف الى ذلك انه من شهر لليوم او من شهر وعشر ايام لليوم ما راحت حوالي وحده للخارج، يعني كل هيدي العناصر بتخلي المورد بالخارج او المصدر يخاف. طب اذا ما خاف بده ياخذ احتياطاته. كم شركه بعدها عم تعطينا استاذ كريم من الخارج؟ يعني انا ما بعرف خلال شهر حزيران، لمعلوماتي بعد ما حدا شاحن شيء خلال شهر حزيران، هذه المعلومات اللي عندي اياها. على القليل انا الشركات اللي بتعامل معها والزملاء اللي اتصلت فيهم واللي سالتهم ما حدا شاحن شيء بشهر حزيران. شو معناتها؟ معناتها انه هلا نحن عايشين على المخزون الموجود بلبنان. هلا لحتى نفك هيدي الازمه لازم نعمل شغلتين ضروريه، والثالثه يمكن تاخذ اكثر شوي وقت. اول شغله لازم ندفع لهم لحتى نقول لهم انه نحن لسنا متعثرين ونحن مكفيين بالدفع وبالتسديد، ونحن مقدرين انه عم بيتم اعطائنا الادويه بدين من الخارج. اوكي. ثاني شيء بدنا نبلش نطلع شيء اللي بيسميه مصرف لبنان موافقات مسبقه. يعني اذون حتى نقدر نستورد ادويه بالتعاون مع وزاره الصحه، اللي بيعطي الاذن هو وزاره الصحه اولا من ناحيه التقنيه وعلى الادويه، بعدين مصرف لبنان هو من الناحية المالية اللي بيمشيها. هيدي الأذونات إذا لم تصدر ما رح نقدر، ما في شركة بالعالم تبعت أدوية إلى لبنان إذا ما صدرت هذه الأذونات المسبقة. أوكي. أنا اللي بعرفه أنه وزارة الصحة طلعت قرار لحتى تضبط هذا الأمر، لحتى تنظم الأذونات المسبقة، وشكلت نجدة لهذه الغاية، وبعتقد هذه النجدة رح تبلش تشتغل ابتداء من الأسبوع الجاي. عم بتكلم على الأذونات المسبقة للشحنات المستقبلية، مش يلي اجت وأوريدي صارت على الأراضي اللبنانية. أوكي. ثالثا وأهم شيء ستنا، لما بتبيعي سلعة شو ما كانت هيدي السلعة اللي هو الدواء، 90% أرخص من كل البلاد اللي حوالينا، شو بتتوقعي إنه يصير؟ بده يزيد الطلب بطريقة كبيرة. بالمخزن بده يشتري، والمهرب بده يشتري، والمتاجر بده يشتري، وغير المقيم بده يشتري. ما طبعا ما هو 90% ارخص من كل الدول المحيطه لنا. اوكي. فلا بد لما بتبيعي دواء هالقد رخيص او اي سلعه هالقد رخيصه، لا بد من انه نضبط الصرف، والا بنجيب ادويه من الخارج وفي مزرات تحت بيضلوا بيطلعوا الادويه مش بس للبنانيين ولغير اللبنانيين ولغير الناس. وهيدا اللي يسمى تنظيم عمليه صرف الدواء بطريقة إلكترونية إذا أمكن، بأي طريقة ممكنة، لحتى الدواء المدعوم ما يجي إلا للمريض المقيم بلبنان وبكمية على قد علاجه ومش أكثر، ومش لواحد مش مقيم، ومش لواحد بده يتاجر، ومش لواحد بده يهربه للخارج. طيب بس أستاذ كريم، اليوم في كثير لبنانيين وقت عم بيجوا على لبنان هن عم بيجيبوا معهم الدواء من برا، طيب هيدا ما بيعوم بمحل معين، ما بيساعد بمحل معين؟ بنعرف كل الاشخاص اللي عم بيجوا بيجيبوا معهم من امريكا، من اوروبا، من افريقيا، من دول عربيه، عم بيجيبوا معهم ادويه على لبنان. ومن ثاني ميل ستنا، مقابل هؤلاء الاشخاص في اشخاص عم بيشتروا ادويه بلبنان لحتى شو يعملوا فيها؟ ياخذوها لهدول البلاد، ياخذوها لغير مقيمين. انا مثلا حذرت عده مرات، نحن مقدمين على صيف واعد بيقولوا، الا اذا انقطع البنزين ورجعنا خربنا كل شيء، صيف واعد من حيث السياحه. طب انا من دون ما اكون انه خبير بالامور السياحيه وبالناس، ما احد التوقعات لما سيقوم به هؤلاء السواح اللي رح يجوا للبنان واهلا وسهلا فيهم، احد الشوبينج اللي رح يعملوا شو هو؟ ادويه، مثل ما نحن كنا نروح ونعمل شوبينج ادويه بتركيا لنفس السبب، لانه كان الدواء مدعوم بتركيا. هلا بدنا نعول شوي على اخلاقيات اللبنانيين يلي جايين ويلي رايحين، مش يعني بالمنطق اذا جايب دواء لاهله مش رح ياخذ معه ادويه. ولكن استاذ كريم رح ارجع اطلب من ست سلمى واستاذ غسان، اذا عندهم سؤال لك استفسار بهذا الموضوع كمان بيقدروا يساعدونا. بس سؤالي عمليا انا كمواطنه اللي عم بيسمعني، اي متى بدها تنحل ازمتكم انتم كاستيراد؟ اي متى؟ يعني جمعه، جمعتين، شهر؟ لا ممكن تقلي، ممكن تقلي رشال اذا ما اندفع، اذا المصرف المركزي ما عمل هالتحويلات للشركات اللي برا اللي صار بدها منا 600 مليون دولار، ما تتاملوا خير؟ ما رح نقدر نجيب الى لبنان؟ صحيح هيدا الشيء، هيدا هو. يعني اذا بتنحل هيدي المشكله بتنحل ولا في غير؟ اذا بتنحل هذه المشكله وبناخذ من ناحيه ثانيه اذونات مسبقه لجلب الدواء، بصير باسابيع بنقدر نركض ونجرب نامن الاحتياجات ولو انه هي القليله. بس الاهم من كل هيدا، لانه الكل منتظر، انه ما فينا نضل نصرف على الادويه وعلى الصحه مثل ما كنا نصرف بالماضي، لازم نضبطه. انا تكلمت على نظام صرف الدواء بس ما قلت لك انه خطه ترشيد الدعم،
انه لابد من انه نوضع خطه لترشيد الدعم. اصبح الدولار بالسوق السوداء ب 15,000، يعني 10 اضعاف السعر يلي عم نسعر عليه الدواء بلبنان. لابد من خطه لترشيد الدعم، لابد من النظر ببعض الادويه بطريقه مختلفه عن البعض الاخر، يعني ادويه الاو تي سي وادويه الطب العام فينا ننظر لهم بطريقه مختلفه من ادويه الامراض المزمنه والمستعصيه. الادويه الرخيصه فينا ننظر لها بطريقه مختلفه من الادويه المرتفعه الثمن، لانه ما فينا نضلنا يكون عندنا سلعه مثل الدواء 90% ارخص من كل المحيط. لابد من انه نتجه لشيء مختلف، ونحن بندعم اي خطه بتطلع فيها وزاره الصحه بتكون عادله، ونحن بندعم الخطه اللي اصدرها وزير الصحه واللي نشرها بالحقيقه بنهايه السنه الماضيه من اجل ترشيد استعمال الدواء بلبنان. اوكي، السؤال الاخير قبل ما اسال اشوف اذا ست سلمى ولا استاذ غسان عندهم سؤال. استاذ كريم عم بتقول لابد ولازم يعمل خطه، حضرتكم كنائب هل عم تجتمعوا؟ هل عم تعملوا خطة؟ هل عم تجتمعوا بوزارة الصحة مع رئاسة الحكومة؟ ما بعرف مع اللجنة النيابية، هل أنتم عم تشاركوا ولا لا فقط متفرجين؟ الخطة اللي عم بتكلم عنها أنا واللي أصدرها وزير الصحة بنهاية السنة الماضية ويمكن بدها شوية تعديل، هي خطة الكل شارك فيها. الدكتور وين واقفة؟ كان موجود، بيبقى أنه يتبناها على ما أظن مجلس النواب أو رئاسة مجلس الوزراء لحتى يتم العمل فيها. لا، نحن على تواصل دائم، أكان مع وزارة الصحة ومع معالي أو أكان مع لجنة الصحة النيابية بكل الأمور اللي تتعلق بقطاع الدواء، ونحن جاهزين لتوضيح كل شيء. أنا اللي بحب أقوله اليوم أنه الدواء ليس مخزن في المستودعات، وهو مدعوم ومش مدعوم وعنده موافقة مسبقة وعنده موافقة مسبقة، بطلت مهمة كل هيدي الشغلة. حضرتك عندك مستودع استاذ كريم؟ طبعا طبعا. طيب بركي فإذا مش هيك بركي حضرتك ما عم بتخزن، مش أنا اللي بقول نعم أم لا، هذا بقول لا، بس أكيد طبعاً في غيرك عم بخزن استاذ كريم، واضح أصلا من المداهمات اللي عم بتصير من الأمور، يعني إنه كمان إيحاء بإنه ما في تخزين والبراءة والملائكية، تصور ما بقى تقطع كثير على المشاهد. حضرتك برجع بقول بركي بمحل ما حضرتك بتخزن ما عم بتخزن، بس انه في غيرك قادر انت قادر اليوم على الهواء تقول رشال ما في ولا محل عم بيتم تخزين فيه ادويه. انا اللي بقدر اقوله انه العدد كبير من المستوردين، وانا تواصلت معهم لحتى اعرف واقع ال معقول حدا يقول لك ايه والله يا نقيب انا عم بخزن وبكره ناطر الدعم لا، طلبت ارقام وقد انشرها، يعني قد انشر ارقام المخزون الموجود لدى المستوردين لحتى مين ما بده يجي يتاكد اذا هيدي الارقام منيحه. وين رح تنشرها؟ يعني شو بعدنا ناطرين؟ بعد ما اخذت القرار. طيب ليش بعد ما اتخذ هذا القرار استاذ كريم؟ يعني بعد في اضرب من اللي نحن الأمور، لانه الامور منا بهيدي السهوله، ونحن منا بوارد انه نخلي كل واحد يشوف دواء اصبح مقطوع يركض ونعمل له ازمه قلبيه من وراء هذا الموضوع، اتركيه هذا الموضوع عندي، بس انا اللي عم بقوله انه بالفعل في ادويه ما بقى في منها الا شهر، نص شهر، شهر وجمعه، شهر وجمعتين، هيدول اذا ما بيجوا شحنات هلا يعني بالاسابيع الجايه باول تموز بتكون مفقوده. طيب يا عمي مش هن 200 دواء؟ هدول 200 دواء بيكونوا مفقودين، 1000 دواء، 1000 دواء مفقودين. طيب وليش برايك ما عم بتصير؟ شو اللي ما عم بيصير؟ ما عم بيستوردون لهال 200 دواء اللي عم بيصير؟ للاسباب اللي شرحت لك اياها باول هيدا مش 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 انه في شيء بعد زياده، مش انه قصد عم تنعمل، مش انه في غوغائيه بمعالجه هذا الملف. لا يا عمي، نحن شغلتنا نستورد ونوزع، مش شغلتنا نقعد بمكاتبنا، مثل ما شغله الصيدلي يصرف الدواء الى المريض، مش شغلته يقعد طيب بالصيدليه ما عنده دواء، هيدي مهنتنا. خليني اسال ست سلمى، ست سلمى عندك سؤال لاستاذ كريم؟ ما عم بسمعك، ميوت. انا بالعكس انا باكد على كل كلمه قالها، لانه نحن 80% من حاله تبعنا هي كمان بنفس المشاكل اللي عم بيعانوا. لكن رح ارجع لك، لكن رح ارجع لك، بس بدي اسال السؤال، اذا استاذ غسان عندك سؤال لاستاذ كريم كنائب صيادلي؟ انا لا ابدا، انا سمعت كل كلام الاستاذ كريم وانا بوافق على اللي قاله. شكرا، شكرا لك استاذ كريم جبارة. ان شاء الله مثل ما حضرتك عم بتقول ان كان المصرف المركزي يعني يبلش دفع لهالشركات بالخارج اللي صار عندكم ديون عندها 600 مليون دولار، وايضا الاذونات المسبقه. بس في ملاحظه، الاذونات المسبقه من وزاره الصحه للشحنات اللي بدها تجي. بس سؤال اخير هيك انا بيستوقفني،
عادة نحن بلبنان مثل العادة يعني بننطر آخر لحظة قبل ما تفرط على الآخر نرجع منجلس الأمور. هل برأيك أستاذ غسان هذا السيناريو كمان عم بينعمل بموضوع الدواء؟ يعني بس نوصل عن جد ننشف مثل ما بنقول، يعني هلأ بعد الصرخة عم تعلى وبعده منجرب كذا، برأيك مش بس عن جد تفرط فجأة يخلقوا المصريات وفجأة ندفع هذه الديون إلى الخارج؟ سؤال لي لأستاذ غسان. لا أستاذ كريم عفوا. قبل ما نقول له شكرا. انا يعني بتمنى معك حق، الامور بتشري بهيدي الطريقه بالعاده بلبنان، ما بنخطط بنوقع بالواقعه وبعدين ما بعرف اذا باعجوبه بنطلع او حدا بيجي بيشيلنا. بس يلي على الاكيد، يلي على الاكيد هو انه اذا في عده قطاعات مهمه بلبنان بيبقى القطاع الصحي هو الاهم، يعني لابد من انه هيدا القطاع ولو انه هيدا القطاع ينعطى الأولوية اللازمة. أنا بفهم أنه مصرف لبنان ما بده أنه نبعزق بالأموال اللي عنده إياها، معه حق يفكر بهذه الطريقة. يعني واجبنا نحن من تاني مين أنه نرشد الدعم، نحط خطة، ننتبه على صرف الدواء لحتى ما يصير في صرف زايد عن اللزوم. بس بصراحة الوضع اللي نحن هون فيه ما بيسمح على أنه نتجاذب من مال لمال. يعني مين ببلش أول؟ بتبلش أنت بترشد وما بتصرف كثير أو ببلش أنا أدفع؟ مش بطل مهم هيدا السؤال، لازم اثنيناتنا ندفع من ميل ونرشد من ميل ثاني وننتبه، لانه الوضع الصحي بلبنان ما بيحمل اكثر من هيك. شكرا لك استاذ كريم جبارة. وانا دائما بالحلقات يعني بصر نبلش الحلقه دائما بكلمه انه اعتبرنا حدا ما بيفهم هذا الموضوع، في مشاهد عن جد ما بيعرف، بيعرف في ازمه دواء. شكرا على هذه الايضاحات. رح انتقل عند استاذ غسان. ست سلمى رح اشوف ارجع احكيك بعد شوي، لا خليني ابلش معك لك انا بالاذن منك استاذ غسان. بس انا عندي اجتماع لجنه التقاعد اي ساعه، ما في مشكل رشا يلا لكن استاذ غسان ما في فرق، لا خلص ما راح ناخرك عن هذا الموضوع. استاذ غسان اليوم مقضربين الصيدليين، انا اعتبرني اليوم بدي دواء بدي اروح على هذه الصيدليه مسكره، هل الحل هو بالاضراب كبدايه كسؤال بدايه؟ أكيد الحل مش بالإضراب، وأكيد نقابة الصيادلة ما دعت للإضراب لأنه مخالف للقانون. نحن المهنة الوحيدة اللي فيها مادة ممنوع الصيدلي يسكر إلا بإذن وزارة الصحة، لأنه هو بيصرف الدواء للمواطن. مزبوط. ولكن الحالة اللي وصلوها الصيادلة، نحن من سنتين عندنا أزمة، بس اليوم الموضوع خلص يعني طفح الكيل. كنا بالاول ناخذ 5 قطع للسكري، 5 قطع للكوليسترول، وعندنا مرضانا نعطيهم اياهم. اليوم صار في قطعه او ما في بالمره، وبالتالي الصيدليات وصلت لمحل صارت عم تعمل مشاكل مع الناس. يعني في رده فعل دائما طول عمره المريض بيروح عند الطبيب بمدينه ثانيه لانه بحب هالطبيب، صحيح، بس لما بياخذ الروشتة بيرجع عند الصيدلي جاره. يعني الصيدلي، العلاقه بين الصيدلي والمريض علاقه كثير حميمه. أوكي. لا صرنا عم نشوف ردات فعل اليوم توصل للتعنيف وتكسير بصيدليه، هذا شيء منه مقبول. اول شيء نحن مع الناس، لذلك الوقفه اللي دعوا لها الزملاء واللي النقابه باركتها والنقابه متفهمه مورون، بتمنى على المسؤولين تكون صرخه تعطي نتيجتها عندهم. بس نقيب الصيدلي لما بيتوقف عم يتوقف ليقول انه انا خلص ما بقى فيي، وتوقف قسري اليوم بإرادته وقف يومين، اكيد اذا بتضل الازمه مثل هيك حيوقف غصبا عنه ويسكر الصيدليه. طيب بس هيدا المواطن اللي بده دواء بهالنهارين شو بيعمل؟ ما هو ما في دواء اصلا. ولو كان نقيب شو ما في دواء له؟ هلا اوكي في شح ببعض الادويه، بس ما في ادويه ثانيه. رشال في ادويه ما في يتاخر المواطن عنها لازم يجيبها، هيدي منها موجوده. هلا بتقولي لي بده مرهم تصميط، بده لوجع الراس، بيقدر ما ياخذهم وبلقي وفي عنده بالبيت، بس الادويه الاساسيه وين في ادويه اليوم؟ انا عم اقول لك دواء ضغط وقلب وسكري وكوليسترول وترايجليسريد لا مرضانا مش عم نقدر ناخذ، يعني 5 علب لخمس مرضى عندي كل شهر بياخذوهم ما عم بقدر اخذهم. طيب نقيب في شيء كمان شوي هيك مستفز، يعني فضل. بس نحكي المعنيين، ما بحكي حضرتك او النقيب قبل كريم او هلا بركي نحكي مع ست سلمى كمان او الوزراء، بتطلع انت كمواطن بتقول يا خيي طب عن جد وين المشكله؟
يعني اذا الصيدلي يعني كله بتحسه في نوع من براءه عم بتكون حواليه. لا لا بمعنى وقت بتفوت احيانا على صيدليه يعني مش احيانا بتصير يعني انت نورنا بهذا الموضوع انه بيبقى الصيدلي عنده يا للدواء عنده مثلا ثلاث علب بقول لك خلينا نخليهم شوي على جنب بركي بكره ابن عمي بركي بكره زبون تبعولي بركي فلان بس هو عنده يا بس بيش انا عنده مواطن عادي ما بيعطيه. طيب انا كمواطن مين بدي لوم؟ ما بدي لوم هالصيدلي ولا مين بدي لوم رئيس جمهوريه الزيمبابوي؟ مين بدي لوم 100%؟ لك شو اللي صار. نحن لانه في عندنا ثلاث عوامل مهمين. اخطر عامل هو عامل التهريب، اوكي، وثاني عامل هو عامل التخزين، اوكي، وثالث عامل هو الشح. هو عفوا المستوردين لنا هو شو بس شو ثالث واحد استاذ غسان؟ الشح الشح اللي عم تحكينا بالتهريب. نحن التهريب والتخزين كيف بدنا نعالجهم؟ نحن بعثنا تعميم للصيدليات لانه اكتشفنا انه في ناس عم تشغل 10 و12 شب وصبيه عندها ما بدي اقول مين هن وكيف شو اشكالهم وبيبرموا كل يوم وعلى كل علبه دواء بيجيبوها بياخذوا 10000 ليره. اوكي خليك مع هالنقطه خليك مع هالنقطه على هالنقطة استاذ غسان على هالنقطة. طيب سؤال اول، اولا التهريب هل هلا فجأة صار عندنا تهريب ولا هو لطالما كان في هذا التهريب؟ طول عمره فاذا منه شيء مستجد عنا اياه صح؟ بلا انت لما كان ما لاقول لك كيف لما كان الصيدلي بيجي مواطن بياخذ من عند المريض 10 علب ثاني يوم الصيدلي بيطلب 10 بيجوا. اوكي طب هلا ما عم يجي علبتين. اوكي فهمت شو قصدك. اوكي يعني قبل هيك كان يصير عمليه تهريب بس كان في عم بفوتوا الادويه على لبنان كان كل شيء طبيعي فما كان عم تشكل لنا ازمه صح؟ وما كانت درجه التهريب هالقد لانه هلا نحن ارخص دواء بالعالم. اوكي كيف فيك تضبط التهريب كصيدلي؟ لقلك نحن كنقابه صيادلي طبعا برعايه وزير الصحه وكان نائب المستوردين عملنا اتفاق وانا بما يتعلق فينا طلبنا من كل الصيادلي ما بيعطوا دواء ضغط وقلب وسكري لأي حدا إلا إذا كان مريضه زبونه بس أو إذا كان معه وصفة طبية وتأكد إنه هيدا مش وصفة من اللي بيشتروها. يعني من أي متى بلشنا بهيدا الموضوع؟ من أي متى بلشنا بهيدا الإجراء؟ هيدا الإجراء من شي شهرين نحن بلشنا فيه. فرقت؟ يعني لقيته إنه في فرق في التزام ولا لا ما فرقت بعدها؟ طبعا فرقت. طبعا هلا بتفوتي أنت على أي صيدلية بتقولي له بدي هالدواء بقول لك ما في لانه بكون عنده علبتين ثلاثه اربعه معروف انا بصيدليتي في عندي خمس زبونات بياخذوا دواء سكري كنت امنهم يوم الشهر هيدا اول شهر ما قدرت امن لهم يوم. اوكي فاذا مساله التهريب مثل ما عم تقول لي اياها قدرتوا شوي ضبطوها بقصه الرشتة وبقصه التخزين لا قبل في قلت لي شغله كثير اساسيه وما بدي اياها تمرق مرور الكرام، عم بتقول لي انه في عالم شغلتهم بيقطعوا هالصيدليات بيروحوا ما بيبقوا بحاجه لهالدواء، بدي هيدا الدواء الفلاني بينعطيهم اياه وبيرجعوا هن بياخذوا برسنتج عليه. طيب اذا حضرتك عم تتحدث عنهم يعني هدول اشخاص معروفين نعرفهم؟ لا مين معروفين؟ يعني لا ما انت عم تحكي عن حاله هيدي حاله صايره مش انه شبح عم بفوت نعرفه لهدول الاشخاص، ليه ما بتم القاء القبض على هذه الشبكه؟ ليه ما بتتصور الكاميرات يلي موجوده بالفارماسيز بالصيدليات كمان تتزود للقوى الامنيه لوزاره الصحه تنضبط كمان هذه الشبكه؟ انا هاي الكاميرات عندي بتجي القوى الامنيه اهلا وسهلا اي جهه رسميه إذا بتفيدهم ياخذوها وأساسا مش ما بدهم إذننا من حقهم يفوتوا ويطلبوا هالموضوع بس مش شغلة الصيدلي يقعد يعمل بوليس يعني ويمكن يتعرض لواحد ثاني يوم يجي يقوصوه يعني مش شغلتنا نحن هي شغلة الدولة يلي هي مش عم تعملها بهذا الموضوع. إذا واحد شكيت فيه في يقول له لا بس ما في يقعد امسكه ويقول له تعال هون بدي سلمك للدرجه لا مش مطلوب هالقد تعال هون ما فينا بس انه اقله يصير في داتا او انه يعني انه اذا عارفينه لهذا الشخص انه خلق طب اذا انا رديته رح يفوت على صيدليه ثانيه يطرق على هذيك الصيدليه انا ما رح يقدر بلكي تسلمي لي رشال بتعرفي كم واحد بلبنان موجود مهيئين لهالعمليه هاي بالمئات. هلا انا خليني بس طب تنكملها التهريب الانيها التخزين طيب اجينا للتخزين اوكي انا التخزين انا بحكي لك شو بصير معي بصيدليتي بتيجي الست قبل الظهر
تاخذ علبه للسكري. انا مدام تيجي بتقعد بالصيدليه صيدلي بعد الظهر في صيدلي ثاني نفس الست تيجي بعد الظهر تاخذ العلبه، ثاني يوم بيجي ابنها بده العلبه. طيب ما هيدا تخزين بالبيوت. صدقيني والله العظيم والله العظيم البيوت فيها ادويه اكثر من المخازن المستوردين. وانا عم اقول لك شغله اكثر بدك تضحكي. توفى جار عنا هذيك اليوم، نزلت مرته الادويه الضغط والسكري، الله يخليكم فيك ترجعوا لي هون لسنه. ما هيدا واقع، مش عم نحكي بالهوا. صحيح، لانه دائما بنقول استاذ غسان انه صحيح الدوله تتحمل مسؤوليه، بس هل المواطن هو منه فاسد؟ يعني هل المواطن ما هو عم بيعمل كمان هالخزعبلات؟ هل المواطن بس بمحل ثاني بقول لك هي ما عندي ثقه؟ يعني احو اكبر دليل على ما عندي ثقه، مش هيك بدي خزن ببيتي. انا بدي اقول على الهواء قدام كل العالم، انا باخذ دواء اسمه كوديوفون للضغط، حاطط عندي بالبيت 9 علب. واو، قد ايه بضينوك يعني هالتسع علب؟ 9 اشهر. طيب بس ما انت عم تشكي لي على هالمواطن وحتتك عم تعمل نفس الشيء، ليش؟ ولك انا ما عم بشكي عليه، انا ما عم بقول لك المواطن غلطان ولا عم حقت الحق عليه، الله يساعد المواطن، والمواطن اللي اكلها. بس انا عم بشكي انه المواطن الميسور اللي عم يقدر يعمل هيك ليحمي حاله لان ما عنده ثقه بحدا، كمان المشكله عم تروح على المواطن الغير ميسور اللي مش عم يقدر يلاقي دواء. فهذا عمليه التخزين عملية كتير كتير أخذت، والتخزين والتهريب إجا على حساب شو؟ حساب المخزون اللي عند المستورد، لأن المستورد مخزون عنده ماكسيموم 6 أشهر بيكون. لما أنا عم بياخذوا مني علتين وثلاثة، يعني المخزون اللي عند المستورد صار شي شهر أو شهرين. صحيح. ومن هون بلشت المشكلة، وحاكم مصرف لبنان أنا يعني اللي بدي فوت على الحل أنا دغري. اليوم نحن من سنوات عديدة فاتورتنا الدوائية 1,200,000 دولار. أوكي. يعني مصرف لبنان عم بغطي 100 مليون دولار كل شهر. أوكي. طيب شو صار هلا لحتالي مصرف لبنان ما عادش عم بغطي 100 مليون دولار بالشهر؟ طلع قرار البري أبروفال من شيء 15 يوم 20 يوم، وهو كانت المشكلة الكبيرة، لأنه مثل ما قال أستاذ كريم قبل شوي المستوردين خافوا يكملوا يوزعوا ادويتهم ما يقوم ما يدفع لهم الدعم، وبالتالي صاروا بده يسكروا وما عادش يجي دواء على لبنان. وهو ما عم يستعجل ليحل هالمشكله. الوزاره بعثت فريق عمل من الوزاره على المصرف، اخذوا كل الفواتير ودرسوهم وعملوا اولويه لحتى لي تنحل على قليله لشهر، لكن عرفنا كيف بقى نشتغل. اوكي. بعده لهلا هال 180 مليون دولار او 200 مليون دولار ما توافق عليهم. من مصرف المركزي. نحن في أزمة بدها إدارة، ما في إدارة للأزمة، والإدارة الأزمة ما بتكون من طرف واحد، يعني ما فيها وزارة صحة تدير الأزمة. مصرف لبنان اليوم هو المستورد الحقيقي. صحيح. مصرف لبنان عم يدفع 85% من حق الدواء فريش ماني، يبقى هو بإيده المال. المفروض مصرف لبنان مع رئيس الحكومة اللي رفض خطة ترشيد الدعم بحجة بدهم بطاقة تمويلية اللي هي من بيني، مفروض يتحقق. أنا بشوف هذا الموضوع من صلب مهام تصريف الأعمال اللي هي تأمين الأمن الدوائي للمواطن. إيه بس بقول لك استاذ غسان، إذا أنا وزارات مختصة، لحظة، وزير العمل، وزير العمل المسؤول عن المؤسسات الضامنة، 63% من الشعب اللبناني مضمون ومأمن، ما هو كلهم بكره حيطلعوا بلا دواء اذا فجاه رفع الدعم. فالمفترض يفوت في خطه بلان بي موجوده هلا ويستعملوها لنطلع تدريجيا من هالمشكله. عندك ارقام قبل ما ناخذ اول اتصال، عندك ارقام على قديش تقريبا؟ لانه يحكى مثلا من الامور اللي بنسمعها انه في من 8 ل 9 مليار دولار موجودين بالبيوت، هل عندك علم بمساله الادويه قد ايه في تخزين بالبيوت من وراء الاستيراد وقد ايه صار عندهم 6 اشهر؟ ما بنقدر. لا انا ما بحب اقول ارقام ما بعرفها، بس انا بقول ظاهره مبينه انه كل الناس عم تاخذ اكثر من حاجتها لتحط بالبيوت. خلينا اخذ اتصال استاذ غسان تشوف بركي عنده سؤال لك او قادر تجاوبنا قبل ما يعني تروح على اجتماعك. الو، مين معي؟ الو، مرحبا. اهلا، مرحبتين. كيفك رشال؟ الحمد لله تمام. معك ريمو من سد البوصريه. تفضل ريمو. انا مش عبوش كلمه للنقيب، بس بقول لهم
يطلعوا شوي بالناس، لأنه الناس بحالة يرثى لها، معدومة الناس ميتة يا رشال. شغلة تانية، أنا سؤالي وين وزير الشؤون الاجتماعية؟ ليش نحن ما منضوي على ذوي الاحتياجات الخاصة اللي بحاجة الحفاظات؟ وزارة الشؤون الاجتماعية ما عم تأمن حفاظات للمعاقين، ذوي الاحتياجات الخاصة. نعم. مش المعاقين. كل أربع حفاظات في 10 كوش، الأربع حفاظات 180,000 200,000، من وين بدنا نجيب لهم اياهم؟ بدهم بالشهر 700,000 800,000، من وين؟ شو بقولوا لكم بس تراجعوا يا ريمون بوزارة الشؤون؟ بس نراجع نحن بالأركونسيال، بقول ما عم بيعطون الوزارة، ما عم تدفع لنا حقهم. ليش الدول اللي إسبانيا مش عم تقدم لهم؟ وين عم بيروحوا؟ عم بيبيعوهم للناس. تما نقول اتهامات، هل عندك يعني هل بتعرف هيدا الشيء؟ هل شفت حدا اشترى من وزارة الشؤون الحفاظات اللي عم تتحدث عنها؟ أنا ما بتهم حدا، بس صراحة أنا بعرف الأركونسيال كانت تقدم لنا حفاظات للمعوقين. أنا ابني معوق عمره 34 سنة، مسدود بالمستشفى كل جمعة جمعتين، عم بحط 180 و200 ألف ليرة، أنا منين بدي أجيب لهم يون يا رشال؟ خليني اطلب بس من مستشار وزير الشؤون الاجتماعيه جاد يقدر يتواصل بس يقلنا. هلا يطلع وزير الشؤون الاجتماعيه معك على الهواء. رح اعمل الاتصال بهذا الموضوع. ريمو، من الحفاظات لابني، من قد ايه واقفين بقصه الحفاظات بوزاره الشؤون؟ هلا سنتين القصه ما عم يعطونا شيء الا قصه بلديه وتسجيل سياره. يا خيي لا بدي بلديه ولا تسجيل سياره، بدي انا حفاظات لابني. حليب مقطوع، حليب أطفال مقطوع، هيدا النقيب موجود، كذب هالحكي يا نقيب؟ أكيد معك حق. نقيب حضرتكم قادرين تفيدوا بموضوع ريمو قصة ال بتعملوا هيك مع العالم؟ شفاوا العالم مش نحن العالم حرام يا زلمة حرام، العالم ماتت، اندبحت الناس، اليوم الدولار 15,000 ليرة الدولار. وبعدين يعني لوين واصلين؟ أنا بناشد وزير هلا كل وزير الصحة، أنا بنوه فيه لأنه وزير الصحة عم بيداهم مستودعات. تصوري عم بيقول عم يربح بالقطعة 500% و1000% و14000% عم يربح بالقطعة المستلزمات العظم. لك شو هالضمير هيدا؟ لك هو نص الشعب، ما بدي أقول كل الشعب، هو الشعب فاسد، مش بيحطوها بظهر الدولة، نفضوا الدولة، نفسحوا الدولة بجشعهم وطمعهم، خلص بكفي بقى، وصلت للآخر. ريمون بس بيس خلي رقمك بالرجيع نطلب منك. الحفاظات يا رشال هلا بدي أأمن لي حفاظات الوزير، أنا ما معي روح أجيب له حفاظات، بدي هلا حفاظات. أي نوع حفاظات اللي عم تتحدث عنه ريمون؟ أنا لارج ابني بياخذ بمستشفى السيدة بأونت الياس. مستشفى السيدة بأونت الياس والحفاظات اللارج؟ لا نعم لارج. بس في شيء محدد؟ لأنه بعرف في شيء للوراك وما بتتبكل هيك؟ لا لا كوش عادي، كوش عادي يا رشال، كوش عادي. طيب خلي رقمك لو سمحت على الريسبشن ريمو، هلا بتلوم الربيع كمان يخلي. نقيب، هل طبيعي مساله الحفاظات تستمر بهذا؟ هل انتم لكم دخل بهذا الموضوع ولا لا؟ لا لا نحن ما لنا دخل بهالموضوع، بس انا اللي بدي الفت نظر، شفت اللي قاله ريمو؟ معه حق 100%، وهيدا اللي خلى الصيدليات يسكروا، لان احنا كل يوم عم نتعرض لهالردات الفعل. والمواطن معه حق، المواطن معه حق، معه حق يخزن، ومعه حق يعترض، معه حق يعمل. ما في اصعب شيء لما الانسان بيفقد ثقته بدولته، هذا الواقع واضح. خلينا ناخذ اتصال ثاني بركي. استاذ غسان انت الا اي ساعه رح تقدر تروح؟ لانه بدي ارجع اروح انا هي هون مجتمعين ناطريني. يلا رح اخذ بعد اتصال تشوف اذا عندهم سؤال لحضرتك، والا بنكمل مع ست سلمى. الو الو بونجور. اهلا بونجور. بليز معك زينب من بيروت. تفضلي يا زينب. أنا بس بدي أسأل سؤال، أنه هالمواطن شو بعده ناطر؟ أنت شو مشكلتك بالأدوية زينب؟ أنا مشكلتي بالأدوية، أنا ما عم بلاقي أدوية أهلي، صرت بين من بيروت كلها. أي دواء؟ بدك توطي التلفزيون ولا بدي أضطر أنهي الاتصال؟ أوكي. زينب لأنه منصير ركن. في دواء القلب وفي دواء الكوليسترول ودواء الصمامات. أي هن؟ سمي لي إياهم لو سمحت. في عندي رتمونورم، ليفيكس، قلت لهم بدي بديل ما في، صرنا بارمين. اخر شيء في صيدلي قال لي عندك حل، قلت له شو هو؟ قال او بتسافروا بتغادروا البلد، او اذا في عندك حدا برات لبنان يجيب لك اياهم. خليكي معي زينب. استاذ غسان هدول ادويه او ست سلمى؟ لا بتسوي استاذ غسان، هل هالادويه مفقوده من لبنان ولا لا؟ لا مفقوده بالوقت الحالي. مفقوده كلها بالوقت الحالي؟ ايه. طيب وشو الجينيريك تبعولها؟ شو البديل تبعولها؟ قالوا ما في. يا خليني اسال استاذ غسان زينب. اوكي. لا هي كمان بيكون ما عنده جنريك عشان هلا ما في، يعني بلافيكس في شيء مثله بس اكيد ما كمان انقطع لانه بسرعه. يعني نحن شو الجنريك بلبنان؟ جنريك ما بيمثل
18% من الفاتوره الدوائيه. نحن لو كنا بلد نحترم حالنا وعندنا مثل الاردن ومثل امريكا واوروبا بنعتمد على دول جنريك والصناعه الوطنيه بتصنع ادوية بتخدم المواطن، ما كنا وقعنا بهالمصيبه اللي نحن. الصناعه اللبنانيه عم تقوي حالها بهذا الموضوع بهالوقت ولا لا؟ الصناعه الوطنيه بدي لك شغله صغيره، اي صناعه وطنيه باي دوله بالعالم، اي دوله بالعالم بدها سياسي يعني بتكون موجهه. نحن صناعتنا الوطنيه الجنريك 7% بس و93 هو استيراد. قد ايه بس زينب خليك مع سنين، قد ايه قلت لي قد ايه الجنريك بلبنان؟ 7% صناعة جنريك من الفاتورة الدوائية كلها و 13% اندر لايسنس وباكجينج يعني ادوية اجنبية سعرها مثل سعر البراند غالي. اوكي و 80% استيراد. بلد بيعتمد على برا استيراد. ما بيعتمد على حاله. طيب. ابدا زينب رح اساله انا للنقيب عنك، اذا ما اخذت بيا هذا الدواء لزينب نقيب شو بصير فيه؟ لك انا قبل ما اقول لك شو بصير انا بفضل اذا بدك خذي رقمها تحت الهواء واعطيني اياه وححاول انا ساعدات ما بقدر. ايه هلا عم نلاقي حل لزينب بس نحن هذا ومشكور على هذا الموضوع نقيب بس هلا يمكن لاقي لها حل يمكن لا بدي يمكن هلا زينب بتترك رقمها وانا برجع ببعث لك اياه بس نقيب يلي ما بياخذ هيدا الدواء شو بيصير فيه؟ بموت؟ البلافيكس دواء سيلان اكيد مفروض ياخذه لانه لا سمح الله اي اكسيدون اي شغله بتصير بصفي دمه بيموت يعني ايه بيعمل جلطات فبياخذ سيلين لا هو بياخذ بلافيكس عشان جلطات ما يصير عنده جلطات اوكي عفوا اي طيب. لا ممكن طبعا بيتعرض لجلطات وتسكير شرايين وشغلات كثير وبيموت طيب زينب بدنا نقول بيموت السؤال وبتمنى انك تكوني صادقه فيه نعم. اوكي يعني على الثقه نعم اكيد كم دواء موجود بالبيت قد ايه يعني عندك علبه عندي ظرف ظرف نعم يعني قد ايه بيضاينك هذا الظرف بعد اذا بابا اخذه كل يوم بيضاينني 6 ايام اذا اعطيته يوم يوم لا بيضاينني منيح بس انا كمان بخاطر بحياه الوالد كمان لا طبعا هذا الاب والام والعيله كلها سوا ولكن عم تعطيه اذا اعطيتيه نص حبه حدا قال لك هذا الحل ولا لا ما بيسوى الحل لا لا ما بيسوى دونك بعد عندك 6 ايام نعم ممنوع طيب زينب شكرا لك خلي بليز رقمي كمان مع المخرج ونرجع بنحوله للنقيب نقيب بتصور مطلوب عم بيقولوا لي بالاتصال انه مطلوب حضرتك فما علي اذا اعطيتنا بعد ست سلمى انت بتقدر تجاوبها على الاسئله ما انا عطلنا هم هيدي النقطه الدواء لا ما انا عطلنا هم هيدي النقطه يلا رح نروح على اتصال نشهد نقيب خليك معنا دقيقتين الو الو يعطيك العافيه اهلا وسهلا حسن تفضل كيف صحتك الحمد لله تمام الله يطول عمرك بس عندي طلب صغير انا تفضل موجه للشؤون الاجتماعيه انا انسان معوق ضرير عم بسمعك حسن ما تسمعني من التلفزيون انا معوق ضرير وانا عندي سكري وضغط عندي ضغط وسكري تفضل ايه ودواء السكري تاعي صار لي 4 ايام ما عم باخذه ما في منه ما لقيت منه بالصيدليه ترونجيت اسمه ما ترونجيت ما بعرف اسمه مضبوط لانه ضرير انا اوكي ايه منيح بس اللي بروح بجيب لك اياه للدواء ودواء الدهنيات كمان مقطوع منه دواء الشحم طب كيف اوكي بس حسن وقت عم تحكوا بهذا الموضوع كنا عم نحكي قبل مع النقيب انه في كثير تخزين بالبيوت أنا بعرف أنا المشكلة معدمة وأنا بعرف أنه مش أنا خلص وأنا بعرف أنه حقنا نحن كمواطنين لنخزن وبالعكس يعني هذا لازم مفرغ منه ولكن نحن بمشكلة نحن أنت بتاخذيني ساعة وأنا باخذكم ساعة أنا عم بقول لك تيجي على بيتي صار لي 3 أيام عم باخذه مش موجود عندي خالص لك 3 أيام خالص والشؤون الاجتماعية ما عم تأملنا دواء وأنا كان معي بطاقة حلة معاش عطوني بطاقة تانية وضرير ما بعرف كيف بدي اروح وكيف بدي اجي وحتى عمري 55 سنة بعم طعموني ما عندي منصة لأني ضرير ما بعرف فوت فيها على المنصة وهيك لحظة بموضوع الفاكسان حسن
أكيد عندك حواليك خي أخت حدا يقدر، لأنه كل جمعة بينعمل تلقيح. قالوا لي أبوك أبوك بجنوب بدي أنزل على المستشفى الحكومي أبوك. يلا إن شاء الله بتكون أخذت الفاكسين. رح نشوف مسألة تانية. أنا بعثت لمستشار وزير الشؤون الاجتماعية جاد، بعث لي فويس قلت له ما رح يقدر اسمعه، خلينا نشوف إذا قادرين حدا من وزارة الشؤون الاجتماعية بنهاية الحلقة يا من هلأ لربع ساعة تقريبا أنه يقدروا يوضحوا هذه الأمور كلها سوا. شكرا لك حسن. نقيب أنا بدي أتشكرك نقيب غسان. إلا إذا بعد شو لا أنا بدي أتشكرك كثير ويعطيك العافية على نشاطك، وبدي أتشكر سلمى كمان اللي أعطتني دورة مع أنه المفروض ladies first يعني. لا ولا 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 ميرسي لك نقيب أصياد اللي غسان. أنا بالخدمة دائما لأي شيء. شكرا لك، وأنا رح أرجع أحول لك الرقم للست يلي زينب يلي برجع ببعث لك إياه على الواتساب. رح روح على اتصال، بس قبل بدي رحب بالست سلمى، نطرناك منيح 40 دقيقة بس بتصور كنا عم نجرب شوي شوي نقدر نسمع المواطنين بنفس الوقت نسمع النقباء. انتم ايضا كمستلزمات رح ارجع على الاتصال، ولكن خليني نبلش معك ست سلمى. مستلزمات الطبية اليوم في صديق كان بالمستشفى صحافي طلع قلت له انا عامل بيوبسي الكرياتين كرياتين او شيء هيك في شيء طبيا رح تساعديني كثير بهذا الموضوع، قال لي انه عملوا له فحص الدم بس لانه ما عندهم شيء الماتيار لحتى يعمل كرياتين فما قدروا يعرفوا بهذا الموضوع. مزبوط. ايه لحظه بس انه هيدا قد ايه له وقد ايه بعد بده يستمر؟ هيدا السؤال وهيدا الموضوع يلي رشا ما حارجع رشال ما رح ارجع عيد حالي، بفتكر الكل بيعرف لنا قد ايه عم ننادي وعم نجرب نعرف كنا حلول لحتى نقدر نتفادى المشكل اللي نحن فيه اليوم. اليوم اللي عم بيصير المشكله معروفه هينه كثير، اموال ما في، كله هيدا نحن مربوطين بالاستيراد، في أموال موجودة بمصرف لبنان، في فواتير لقلنا عمرها أكثر من 6 شهور، في وعود ما تنفذت بأكثر من مرحلة، كيف بدي كينا نحن نبيع؟ يعني اليوم أنا رح أعطيك الكواشف المخبرية اللي حضرتك حكيتي عنها. كواشف المخبرية أغلبيتها بتجي من شركة من شركات عالمية. أوكي. الشركات العالمية فواتيرة مستحقة من شهر 12/2020 وموجودة بمصرف لبنان. لو جيت قلت لها خدي 10 مليون دولار كاش هيدي ما بتفهم هيك، بدها تسكر فواتير. هيدا هو المشكل، لانه ما عم يندفعوا هن ما عم بيسلموا، وحتى المستوردين قالوا تفضلوا شوفوا وشوفوا انه المستودعات فاضيه. واو. والحل بس يندفع. الحل انا رح اقول لك شغله، اليوم في كثير حكي، في كثير اتهامات، اليوم رح اختصر لك الموضوع بكل بساطه. كله عم يبرم بمحور واحد. اول شيء مصرف لبنان صار عامل الضرب بالمستلزمات الطبيه اكثر من مره. صار عامل عفوا شو هي؟ يعني عملنا ارتداد بالمسؤوليه اكثر من مره. عملنا الضرب؟ هيك قلتي عمل الضرب. اوكي اوكي. صح. لا هيك اوضح، الضرب احلى واجمل يعني احلى. عمل هي كلمه مهذبه. اوكي عمل الضرب. عمل الضرب بالمستلزمات، اول مره لغي لنا فواتير اللي عمرها فوق 300 يوم من بعد ما كان لنا 7-8 اشهر ناطرين على فواتير مستحقه من 7-8 اشهر، لغي لنا اياها، اضطرينا نحن كنا كلها بيعينا سنه 2019 على 1005 كلياتها دفعناها فريش كاش، هي اول شغله. شغله ثانيه من شهر 10 بلش يرد فواتير وكلنا سمعنا بالخبريه بين المعقمات والكفوف والماسكات يلي كانوا الشركات بايعينها وخالصين بالسوق على سعر الدعم، اجى قال لهم هوب توف بعد 6 شهور ما بقى لحد عندكم اياها، روحوا ادفعوها لبرا كاش. اوكي. في 3 شركات فلسوا. اليوم عندنا نحن مستلزمات، نحن ولا نهار قلنا ما عندنا مستلزمات، نحن كل اللي قلناه قسمنا مستودعاتنا، المستودعات يلي مدعومه ومدفوعه من مصرف لبنان، هيدي عم نبيعها نورمالي على سعر الدعم. اوكي. البرودوي يلي بسموه مدعوم بس ما بعرف شو معناتها هالكلمه لانه اليوم ما بقى لها تفسير، اذا بكره وقف ما في شيء اسمه مدعوم، هيدي بعدها موجوده بمستودعاتنا، وفي اقول لك انه 90% من الشركات بعدها أخذ الريسك تبع مصرف لبنان وإلى 6 شهور مع انه فواتيرها مش مدعومه ومع انه في ريسك انه ما يدفعها بعدها عم تبيعها على 85/15.
هلا بدي زيد على شغله. عم ينحكى بالمسيو اللي عمل مداخله معي انه ارباح وارباح وارباح. اليوم كل هالاسعار اللي عم ينحكى فيها اسعار حاططها الدوله اللبنانيه، وزاره الصحه والضمان. اوكي، اليوم ما فينا نجي نلوم شركه اذا هو الدوله قايلت لها بيعيها ب 100 دولار وهي كانت شاطره جابتها ب 90 او جابتها بنص دولار. إذا الدولة اللبنانية قايلتها بيعيها ب 100 دولار، شو بدها تعمل؟ بدها تيجي تقول للدولة روحي غيري ساعد؟ إنه شو بعد المطلوب من هون بدي أسألك يا ست سلمى، كثير مهم يلي قلتي، إن كان بالضمان ولا كان بالوزارة، مش أنا اللي بحدد لأنه صراحة ما بعرف الملف كامل، بس متمحدتك من اللي عم بتقولي، في وزارة في ضمان، إذا إجا قال 100 دولار، مين يلي بحدد ال 100 دولار؟ طالما وهلا شفنا بالمداهمة اللي عملها وزير الصحة قبل بنشرة الأخبار، إيه بس لحظة، الدولة شيء وأشخاص شيء. اليوم وزارة الصحة والضمان الاجتماعي أوكي. والجهات الضامنة اللي كلياتها بتلتزم بتسعيرة الضمان. نحن دعينا من أكثر من 8 شهور لمشروع تسعير المغروسات. شو يعني المغروسات؟ يعني الإمبلانتس، كل شيء بينزرع بالجسم إن كان رسورات وأبراغ عظم وإلى آخره. نحن دعينا ونحن رحنا مرتين وثلاثة. طيب نحن إذا هالمشروع ما رجعوا دعيونا عليه أو ما تكمل، نحن شو قلنا علاقة؟ ليه عم يتهمونا بالسرقة وبالمبد ما بعرف شو؟ إذا الأسعار محطوطة من الدولة، من وزارة الصحة، من الضمان الاجتماعي وجهات الضامنة. طيب هالجهات الضامنة يا ست سلمى وقت يعرفوا، أو الضمان أو غير الضمان، بس يعرفوا تعتبر إنه هيدا البيك، ما شيء اعتبريه شيء طبي، بتقدر تجيبيه بخمسين دولار، أوكي؟ ليش هن بده يسعروه ب 75؟ طالما حضرتك عم بتقولي وسمعنا قبل بالمداهمه صاحب المحل الشركه اللي عم بيقول خي الضمان هو يلي قال لي هذا 100 دولار، انا جبته ب 50، زكي حربوه اللي بدك اياه، رحت وجيت، حقه، هيدا حقه، بس هيدا اللي حطه 100 دولار، طب ما هو مش عارف انه هيدا بينجاب ب 80 ولا بينجاب ب 70 ولا بينجاب 50، ليه بده يحطه ب 100 دولار؟ بدك تسألي؟ لا بالمنطق. ما في جواب عن الضمان، يعني اليوم رح أعطيك رستور بكل بساطة، رح نقول لو يمكن اليوم في برودكت، ما رح أقول رستور، رح أقول برودكت، حقه بالضمان 1500 دولار. أوكي. أنا ببيعه للمستشفى 600 ل 800، قولي 1000 يا أختي، أوكي؟ إيه. وأنا بشتريه ب 400، اليوم عم بيجوا يكشفوا يقولوا انه من ال 400 لل 1500 في كثير ربح، يا خيي ما في مراحل بين هالفواتير. بعدين ما فينا نلوم القطاع الخاص، انا اللي بدي اقوله بس لحظة قبل 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 بليز، بس انا في شيء بدي افهمه، عم تعطيني اكزامبل عن الرسور، عم بتقولي بمستشفى 1500 دولار، طبعا المستشفى بدها تحط ربحها نورمال، مش المستشفى الضمان ال 1500، يعني ضمان عفوا المستشفى بتفوتره للضمان 100% 100% ضمان، قال لها يا اختي هذا الرسور 1500 دولار، اوكي؟ صح. حضرتك جبتي لهذا الرسور ب 400 دولار، رحتي اعطيتي لهالمستشفى، مستشفى سعرته 1000 دولار، ما فيها تسعره المستشفى 1000 دولار، شو عم المستشفى بدها تفوتر على سعر الضمان، بدها تفوتر على 1500، صحيح، اوكي، يعني عندك 1100 دولار، لا ما انا عم بيعه للمستشفى ب 1000 او ب 800، اوكي، والضمان عم بيعطيه 1500، طب ليه الضمان بده يعطيه 1005؟ مش رح يقول له 1200؟ لانه السعر له ما انشغل عليه 40 سنه، هيدي الدوله المهريه اللي عندنا، الاسعار ما تراجعت من مليار سنه، اليوم ما بقى نحمل القطاع الخاص مسؤوليه الدوله الفاشله. ومين لازم يرجلج الاسعار من اول وجديد؟ تمام، النصب كلنا سوا بهالعمليه، مين مسؤول عنها؟ لجنه نيابيه؟ وزاره الصحه ونحن كنا عم نتعاون معها، وهن بلشوا بالمشروع، ونحن كنا رحنا وحضرنا الاجتماعات وحاضرين لاي مساعده ولاي تعاون، لانه هيدا شيء نحن بندعمه على على علمك ليش وقفت بوزاره الصحه هيدا عمليه اعاده ترتيب الارقام تما ينطرق الجميع؟ ليه وقفت؟ من وراء قصه الكورونا هلا مؤخرا وكل اللي عم نعيشه بالبلد، يعني اليوم انا هيدا كله ما بحب ذكرك رشال انه انا استلمت النقابه بشباط 2020 مع يعني الكورونا، يعني كل هيدي الفتره اكزاكتلي مع الكورونا. في نقطه ثانيه انا حابه تتوضح للمواطن، اليوم المواطن عم بيلوم الشركات انه كيف عندكم وما ولحد الكوتيل انساني وما فيكم وفيكم. يا خيي خلينا نوضح هالمره مره انفو بورتوت، نحن شركات
خاصة، نحن شركات تجارية خاصة، نحن مش مسؤولين دغري عن المواطن اللبناني. صحيح. في شيء اسمه دولة لبنانية، ما يعني خليها تروح تتحمل مسؤولية الدولة اللبنانية. أنا عم بحكي الكل، من مصرف لبنان لا رئاسة الوزراء لا الوزراء جميعا لا مجلس النواب، ما بقى يحملونا. نحن من سنة ونص عرضنا اقتراحات، عرضنا حلول، عملنا جمعية. طب بدي أسألك سؤال، بترشيد الدعم نعمل من 7 أشهر لليوم اجتماعات مع الدواء لترشيد الدعم، في أعرف ليه بالمستلزمات الطبية ما نعمل ولا لجنة وما ندعينا ولا مرة؟ ليه؟ وانت بتسألوا هذا السؤال شو بقولوا لكم يا ست سلمة؟ ما بيقولوا لنا إنه ما هلأ كنا مع ما بيقولوا لنا يعني اليوم شو بقولوا لكم؟ لا أي تيروا للوزير أو للمدير العام أو للفلين، تيروا خلينا نحن يا حبيبتي أنا بقلي مكاتيب، أنا عندي مراسلات موجودة كلياتا عم بعملها ان رايتنج اكثر من هيك. شو بنص هذا المكتوب يلي ما حدا جاوبك عليه؟ انه يا عمي تفضلوا خذوا هيدي لوائح المستلزمات الطبيه، خلينا نعمل لجنه نقرر بوضوح شو المستلزم المدعوم وشو المستلزم المش مدعوم، خلينا كلنا نعرف بقى. حاج عم نلعب كشكش مع مصرف لبنان، نهار هيدا بدعمه بكره لا اليوم ما لح ادعمه بعد بكره بتعرفي شو تب لح ادعمه، ما بيصير هيدا على 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 شو الاساس ست سلمى اللي بقول لك حندعمه وتنهار؟ ما في اساس. انت نقيبه يعني انت نقيبه، مش عم نحكي نحن مع صاحبك. والله العظيم والله العظيم انا عامله عم اقول لك، انا بس بدي اعطيك الكتب يا رشال اللي بعتي فيها هيدي القرارات الاعتباطيه اللي بتطلع. طب فيك تفسري لي اليوم كيس الدم يلي بيتسخن فيه الدم لما عم بينعمل عمليه قبل ما يوصل على العمليه، هيدا شو ممكن استعمله مثلا؟ ما بعرف. فيك تقولي لي ليه هيدا انرفض؟ الكولوستومي باج يلي ما بقى بيقدر يخرج بيخرج من معدته. اوكي. شو في استعمله؟ كيس بونبون؟ ليه بده ينرفض؟ انرفض. ما بيعطوكم حجه، مش بيقولوا لكم انه ممنوع نسال، ما بيردوا علينا، بيبعتوا للمصرف التجاري قولوا لهم نرد. مين هن هدول؟ قصدك على المصرف؟ قصدك على مصرف لبنان؟ مصرف لبنان. رح اسالك اكثر من هيك، المعائمات تبع اوضه العمليات، اوضه العمليات، انا ما عم بقول لك ديتول اللي بالسوبر ماركت، كل شيء بتعقمي فيه بفتره الكورونا، اي عقل بيستوعب انه هالمعائمات تنرفض كلها؟ ولو والله العظيم انا عندي مكاتب، ما في ولا معقم اليوم مدعوم، والشركه فلست، طلع لها $1,300,000 فواتير بيعتها كلها بالدعم بالسوق اللبناني، اجاها بعد 6 شهور ناطره ريجكتد كل الفواتير. هاي الشركه فاتت بدعاوى مع برا هلا لانه مجبوره تدفعهم فريش وهي بيعتهم على الدعم. طب لما لا في اليه ولا في لوائح ولا في مسؤولية ولا في لجنة، شو اللي مطلوب من الشركات؟ بس يقولوا لي نحن طالبين منكم هيك. رح ارجع لك ست سلمى بس رح اخذ اتصالين قبل ما ننتقل لعند زميلة زهراء فردون ب ب ب قدام مصرف لبنان. هيدا لو طلبنا $1,000,000 كنت بركي زبطت اكثر. مين معي اتصال؟ الو الو مرحبا، اهلا ست منى، كيفك؟ الحمد لله تمام، يعطيك العافيه، ميرسي لك. تفضلي يا ست. انا عندي مداخله. قولي. على الهواء؟ طلعنا على الهواء؟ انت على الهواء، بس بدي اطلب منك قبل ما تبلشي توطي التلفزيون لو سمحتي. نعم. بس وطي التلفزيون واسمعيني على التليفون. انا بحكي من غير غرفه. يلا اوكي، قولي لي يا ست منى. انا في عندي مداخله. انا في عندي خي معاق. معوق او عنده ذوي الاحتياجات الخاصه. والحكيم عطيه دواء دايم. وهالدواء عندنا بالمنطقة ما في، أنا من زحلي عم بحكيكي. هلا شو عم بيصير؟ هني عندهم بس ما بدهم يبيعوه، هلا هني كنا نجيب له إياه رخيص شوي، هلا غالي غالي، وأنا عندي يعني أمي مرة كبيرة بالعمر وما في يعني شيء مردود. هلا أنا عم بسأل إنه هل المفروض إنه هالوزارة الشؤون الاجتماعية الأدوية الدوامة يلي بياخذوها المعاقين أو مثلا ذوي الاحتياجات الخاصة مش مفروض انه يصير مثل ضمان يرجعوا يسردوا نص حق الدواء؟ ومفروض هيك يعني عنا يكون، لانه في كثير ادويه دوامه وغاليين. عن اي دواء عم تتحدثي تحديدا منى؟ عن سيلوزين ما عم نلاقيه عنا بزحله، بس اطلع برات زحله عم بكون موجود،
وكلفه يعني. طيب في حدا غيرك بزحله منى؟ بتسعر لك شكل. ايه في حدا غيرك منى بزحله عم بيقدر يجيبه لهالدواء من زحله ولا؟ هلا من هلا انا ما بعرف، انا لانه انا من اربع ايام برامت كل زحله ما لقيته. رحت على ستوره صراحه وعلى تعنايل وعلى تعلبايه وعلى سعد نايل لحتى ني هنيك في فرماشيات يوجد وفي لا. بس هل يا ترى انه هيدا الدواء الدويم ويعني يعني يعني مشان معاق انه معقول انه ينفقد؟ يعني المعاق يعني لا بيعرف لا بالدولار، لا بيعرف شو عم بيصير حواليه، لا بيعرف انه هو يعني شو بوش ومشكلته. طيب منى انا جربت صراحه، تواصلت مع مستشار وزير الشؤون الاجتماعيه من قبل، يعني عم احكيك من الساعه 3:30. قلت لهم انه نحن حابين تطلعوا تحكوا او تعطوا اي مداخله لانه صار في اكثر من مشكله. هلا على الاربع الى ربع نتصل باستاذ عبد الله احمد. يا ريت انه يعني طلبت الرقم هلا، اذا في حدا بهالوزاره يقدر يتصل بقناه الجديد، الرقم موجود. نحن حنجرب كمان نرجع نتصل بوزاره الشؤون الاجتماعيه، لانه واضح صار ثلاث اتصالات عم تشتكي من وزاره الشؤون الاجتماعيه، يطلعوا يوضحوا يعني يطلع بركي يطلع شيء وزاره الشؤون. ايه منى بركي هلا حتطلع وزاره الشؤون تقول لك انا ما عندي مصاري. الشؤون معوق. اوكي، سؤال اخير لك منى وكمان على عندي بعد مداخله صغيره. إليه. الادويه انا بس بطلب انه يكون في رقابه على الصيدليات، لانه انا كمان عم باخذ دواء اسمه بروفن 600. رحت لعنا على صيدليه من اربع ايام، العلبه كان حقها 8000 وهلا العلبه حقها حاليا 10000، بس في صيدليه عنا بالمنطقه عم ببيعوا الظرف، هي فيها ثلاث ظروفي، عم ببيعوا الظرف 7000. طيب انا رح اطلب منك شغله بهذا الموضوع. نعم. كمان اذا فيك تتواصل معي على حالة محل سوشيال ميديا باي طريقه او تركي رقمك هلا بالتلفزيون، بس على شرط انا بحاجه تساعدينا منى لانه كلنا ما نتساعد بهذا الموضوع. أكيد. اذا قادره انك تصوري انك تثبتي انه انت جبتيه ب 7000 بفاتوره او يلي كان انه بسبع او ب 8000 ورجعتي جبتيه ب 10000 ورجعتي بمحل ثاني الظرف عم ببيعوه ب 7000 ليره. نعم. انا بدي اطلب منك اولا ان كنت تتواصلي معنا بقناه الجديد او حتى عندك ال 1214 على وزاره الصحه قدمي هالشكوى، اذا ما ردوا عليكي تعي لعنا وانا جاهزه انه اقدر ساعدك بهيدي النقطه منى، بس بدنا نتساعد مع بعضنا لانه الغش طبعًا موجود. بركي يكون بركي بكره الصيدلي يبرر حاله منى، بس خلينا نتساعد مع بعضنا نوسي 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 والا ما رح نقدر. شكرا لك منى، بس لانه اذا ما وثقنا ما رح نقدر عن جد نضوي او 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 نثبت انه هيدي الصيدليه تما نجمل، لانه في صيدليات اخلاقيين وفي صيدليات لا. يعني بس لك منى المقابله منى بس انه يعني منى فرماشيات خلص كل المحلات كل واحد ببيع شكل وضحت. يعني العالم عم تاكل بعضها، يعني بطل حق على الدوله، يعني الحق على الشعب صار. اي ما هو دائما اصلا يعني انه انت ليش الدوله شو هي مكنونات فضائيه ولا هي الدوله ولا هي كلنا سوا؟ شكرا لك منى على على خزن دواء رخيص، ليش انه نحن بدنا نضطر نجيبه بعدين على الغالي لانه ما في مثل مردود. ايه كم انت الدواء اللي حكيتينا عنه الاثنين منى صدقا صدقا على ثقه عم نحكي ولا قادره اسود غير. نعم. كم علبه عندك بالبيت منه؟ انا البروفن صراحه هي من اربع ايام من كل صيدليه جبت علبه علبه علبه، عندي سبع علب لانه انا عندي علاج على ست اشهر. سبع علب قد ايه بيضينوكي؟ سبعة اشهر. طيب وبعدك عم بتنقي انه بدي اروح على صيدليه وما عم بلاقيه؟ طب انه ما غيرك ما عندوش سبعة اشهر يا منى؟ بنوزين ما عم بلاقيه. طيب لا بس انت حكيتينا عن بفالين ما بعرف شو اسمه اللي عم تقولي لي عنه، اوكي؟ ايه البروفن. هلا البروفن عم تشكيني منى 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 بس طلع درات زحله موجود. اوكي منى بدك تسمعيني لو سمحتي. نعم. بدك تسمعيني. بعدك عم بتقولي انه عندك اياه لهذا الدواء، عم تقولي لي يا رشا رحت على الصيدليه وما عم بلاقيه للبريفانيت. منى بدك تسمعيني لو سمحتي. نعم. وقت عم تقولي لي عن هذا الدواء، طب جيت سالتك تمام معك حق في ادويه مفقوده، طب جيت سالتك هذا الدواء قد ايه عندك منه؟ قلت لي عندي سبع علب بقضوني سبعة اشهر. طب لانه انا طب ما نحن على سبعة اشهر. طيب بس انا جديد جبتهم يعني لقيت يعني بس ما يعني ما بس مش بكل الصيدليات موجود، انتبهي. انا برجع بقول لك المواطن عنده لا ثقة
سو ما بقدر انا نجي نقول له للمواطن لا ما تخزن لانه ما في ثقه، بس بنفس الوقت تخيلي معنا منى. ليش؟ لانه اليوم عم بيغلوه 2000 2000 2000. طيب شكرا لك منى سوايا، ان شاء الله الادويه اللي عم تنبش عليها كمان ترجع تلاقيها، ولكن هيدي مشكله بتصور الكل عم بيعاني منها، ويلي قالوا لك كان نقيب الصيادله معه حق فيها بانه التخزين كثير موجود بالبيوت، هذا شيء بنعرفه. برجع بقول الازمه لحتى لي ما تكون تستمر بهذه الطريقه، ولانه ما في ثقه عند المواطن اجباري بده يخزن، ولكن هيدا السيركل هيدا الدائره عم تاذي الكل، لانه في غيرك يا منى ما عنده اياه للدواء على شهر، بركي انت عندك كسبتها على 7 اشهر، وهيدا بده اياه اليوم، لانه اذا ما اخذوا اليوم المدام يلي تلفنت قبل اذا ماني غلطانه زينب يلي عم تحكي عن بيا يلي اذا ما اخذ سيلين الدم بيعمل جلطات بعد 6 ايام، بعد عندها 6 حبوب بيعمل جلطات، في غيرها لهيدي الست اكيد مخزن عنده 8 شهور، ما بقدر لوم المواطن ولكن حتى نستوعب على بعضنا، هل 8 شهور انأخذت من درب حدا اليوم بده اياه والا رح يموت اليوم؟ ست سلمى كلمه اخيره، الحل بالنسبه لكم انتم واضح انه مربوط فقط بمصرف لبنان، صح ولا لا؟ وبإعادة التسعير بشكل طبيعي من قبل وزارة الصحة للجهات الضامنة، إن كان الضمان أو الجهات الأخرى، صحيح؟ صحيح، أنا بدي أكد على كلامي، بفتكر كلنا بلبنان سمعنا عن أزمة فلاتر غسل الكلى. تمام. طيب، قامت القيامة وكانوا رح يوقفوا لأنه البضاعة اللي كانت بالمستودعات نفذت مع أنه فوتيرة بمصرف لبنان إلى 6 شهور، والبضاعة اللي واصلة ما كان معروف شيء. بسحر ساحر بمجرد ما اتصل مصرف لبنان أخذ فوتير تبع غسيل الكلى انحلت الأزمة. يعني بقلك إياها بالمختصر، الموضوع معروف وين حله، ما بقى بدنا نتخبى وراء اصبعنا. وبدي اقول اكثر من هيك، انه اليوم نحن كشركات اذا ضلينا ماشيين مثل ما نحن، شركات برا ما بقى رح تسلمنا، وبيقدروا حتى الدوله فيها تجي تاخذ البدايه. وبعدين اليوم اذا بيكونوا اجلوا رقعوا اجلوا المشكل 3 4 جماع، وبعدين اليوم الصحه ما فينا نوقفها، الصحه استمراريه. صحيح. اجباري يكون في حلول مش ترقيع. 100%. شكرا لك سلمى عاصي نائبة مستوردي المستلزمات الطبية. قبل ما ننهي الحلقة رح نروح لعند زميلتنا زهراء فردون من أمام مصرف لبنان، ما بعرف بالمهمة يلي عم تعملها زهراء على أي وجع اليوم عم بيرفعوا صوتهم المواطنين قدام مصرف لبنان. تفضلي زهراء. كلكم سوا امبارح صندوق النقد الدولي أهانكم أكبر إهانة، قالكم الكابيتال كنترول بلوش شبه ميته، هيدا بده يجي ضمن خطة مش ضمن أنصاف حلول. 400 دولار ضمن تعميم فاشل، روح جمد 50,000 وخذ باللبناني بدك تسيل، بتقول له للمودع رح خذ من مصرياتك ونقطع أول السطر. مش تجميد على 5 سنين، عم بتريح المصارف وعم بتريح الطبقة جمعية المصارف. أنطوان صحناوي صاحب بنك لاس جبال، في مودع عم بيموت اليوم، بكره رح يتعدى حجرات الدين لانه ما معه 5000 دولار يتعالج. يا انطوان الصحراوي اسمعني، انا بدي سكر لك كل فروعتك اللي بعدن عليها، وانا سكرت كثير فروع. وللمودعين روحوا خذوا حقكم بايدكم، ما في دوله عم تحميكم، ما في قضاء عم ينصفكم، ما في مركز عم ينصفكم عم يسرقكم. انا بتحمل مسؤوليتي ومسؤولية كلامي، روح خذ حقك بايدك وما تخاف من حدا، لانه صاحب الحق سلطان. ويا سليم صفير ويا رياض سلامي، انتو سبب الازمه، وللنواب ولجنه المال والحكومه ومجلس النواب والرؤساء الثلاثه، انتو مشاركين بجريمه العصر بقتل الشعب اللبناني وبذبحه من الوريد للوريد. للشعب اللبناني شو بعدك عم تعمل ببيتك؟ إذا أنا دعت جمعية المودعين اللبنانيين إلى اعتصام أمام مصرف لبنان ووقفة احتجاجية، اعتصام لرفض للتعميم رقم 158 اللي هو بجمد ودائع المودعين. مثل ما هلا عم نسمع كلمة لجمعية المودعين. حكومة فاشلة وفاسدة، ما استقال واحد فيكم رئيس الجمهورية والمجلس النيابي ورئاسة مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، لوين ماخذينا؟ شو الخطة؟ شو الحل؟ لك وين مصرياتنا؟ وين جنى عمرنا؟ نحن ما بدنا دعمكم، نحن بدنا حقنا، لأن رح ناخذ حقنا. ومبروك عليكم كل شيء، وصلتونا نحكي هون،
انتوا ولادكم معهم بنزين، ولادكم حاسين بالازمه ما حدا حاسس فيها، نحن اللي حاسين فيها. بكره وقت الانتخابات بيطلعوا لنا باكذوبات، شي بيقول لنا 900,000 وظيفه، وشي بيقول لنا سلسله رتب ورواتب، وشي بيقول لنا الليره بخير. مسحتم كرامتنا الارض، انتوا رمز بلد التاريخ. كلكم سوا من حاكم مصرفي للكل، لنواب ووزراء، الى مسبره التاريخ. ولو الشعب اللبناني بيتحد لمره واحده، لمره واحده الشعب اللبناني يتحد، بعيدا عن الطائفيه وبعيدا عن المذهبيه والغوغائيه والشعبويه، بيقلعكم من محلكم، بيمكن ببيوتكم، زليتونا بشان عمرنا، دايما كان المواضيع على حسابنا، ولكن هالمره على حسابكم. وتعميم مصرف لبنان باطل، وسيطعن به امام القضاء قريبا، وبتمنى انه القضاء ياخذ مجراه. في معنا محامين اليوم عم يسمعونا، هذا القرار باطل، تصنيف الودائع ما قبل وما بعد باطل. انتو مودعين الليره اللبنانيه، موظفي القطاع العام، العسكريين الحاليين والمتقاعدين، الضمان الاجتماعي، وين صارت تعويضاتكم؟ شو بتسوى اليوم الليرة؟ يا صاحب كلمة الليرة بخير، شو بتسوى الليرة اليوم؟ زليتونا انتو، ولكن يمهل ولا يهمل، لا يهمل وهو ليس بظلام للعبيد. رح يجي يوم، رح يجي يوم، وكلكم على مسبلة التاريخ. جمعية المودعين احتجاجا على القرار والتعميم رقم 108 يقضي بيجمد الودائع ويقتص من قيمة هذه الودائع، وضد المساس بالاحتياط الإلزامي الذي يعتبر هو حق للمودعين. حضرتكم موجودين هون تقريبا معتصمين منذ ساعة، شو مطالبكم؟ المطالب الأساسية هي أول شغلة الإفراج عن الودائع، كل الودائع، لا تمييز بالودائع، لا قبل تشرين ولا بعد تشرين، ولا 400 دولار ولا 400 باللبناني. المطلوب الأساسي اليوم إنه حاكم مصرف لبنان والمصارف يتحملوا مسؤولية ضياع الأموال اللبنانية واللي وصلت لهذه الحالة من الفقر المدقع. تصور أنه يوصل لبنان أنه يشحد الأكل للجيش، يشحد الأكل للبنانيين، يعني لوين وصلنا بهالمرحلة؟ المودعين وضعوا أموالهم بالمصارف، هي حق لهم في هذه المصارف، لازم ترجع لهم. إذا السلطة مش قادرة تزيح لحتى غيرها يتحمل المسؤولية. نعم شكرا. يعني اليوم عم توقفوا بوقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، طب وقفتوا كتير؟ وانا وقفت 35 سنة بالمهجر، ومن حبي لوطني خرب بيتي، هاي الجملة لازم يعرفها الزعيم. يعني كل مغترب كره وطنه، ومش بس كل مغترب، كمان هون الموظفين كرهنا البلد، كرهنا البلد. شكرا. حضرتك عم تقول انه دعم الكهرباء من الجباية وخزينة الدولة ومش من ودائعكم. يعني بدي عبقري، واحد بيجيب موتور بيدوره بيبيع كهرباء، بيقبض حق الكهرباء، بيرجع بيعبي مازوت، بيرجع بيبيع، بصير غني. انه شو بها شركه الكهرباء ما بتلم هالجبايه؟ ما عم بفهمها هالقد معقده يعني. بعدين هودي منو لصوص، منو لصوص، ولا حراميه ولا فاسدين، هودي مجرمين. الحرامي بيسرق لك شيء بخلي لك شيء، هودي ما خلوا شيء. حتى ال 15% بعد جن عمرنا، لك ال 15% بدهم يشيلوها تشتروا فيها فلول تيحرقوهم تيضووا فيلاتهم وقصورهم. نعم، إذا هذا هو المشهد هنا من أمام مصرف لبنان احتجاجا على التعميم رقم 158 الذي يهدد أموال المودعين. شكرا راشيل. شكرا لك زهراء، يعطيك العافية. لك للمصور، أنا كمان مشاهدينا بدي أتشكركم على متابعة هذه الحلقة من هنا بيروت اللي تحدثنا فيها عن أزمة الدواء مع نقيب الصيادلة، مع نقيب الأدوية المستوردة، ومع أيضا نقيبة المستلزمات الطبية المستشفيات، وأيضا المواطنين واتصالاتهم والصرخة اللي كانت موجودة واضحة. المشكلة وين؟ بالمصرف، لأنه بالمصرف المركزي اللي ما عم بيطلع المصريات. وكنا حضرنا كل الحلقة حتى بنرجع نقدر نسمعها ونحضرها على يوتيوب هنا بيروت، حتى اسمي رشاي كرم، تقدروا تسمعوها وترجعوا للحلقة وتحضروها. شكرا لكم مشاهدينا، أنا برجع بلاقيكم بحلقة جديدة نهار الأحد الساعة 3 بعد الظهر. شكرا لكم وإلى اللقاء.